كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن فساد في صرف كميات الأعلاف يتمثل في بعض الحيازات الوهمية للمواشي. وأكد الحنيفات خلال اجتماع للجنة الزراعة والمياه والبادية مع عدد من المزارعين أن الوزارة ستعمل على متابعة الحيازات الوهمية للمواشي عبر الأجهزة المختصة وتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعتها قانونيا وتحصيل جميع فوارق الدعم وبأثر رجعي. تحكوا عن الأعلاف، في فساد كبير في الأعلاف، وإحنا وياكم فساد من كل الأطراف، لكن الأغلب على الإخوان اللي ساكتين على الحق. وللأمانة بشكر إخواني المزارعين المرة هاي ساعدونا لإيصال المعلومة كاملة عن أصحاب الحيازات الوهمية، وخفضناها حوالي 1,200,000 راس، وهذا رفع كمية الخالة. وإن شاء الله خلال شهر 11 سنرفع كمية الشعير من 20 كيلو إلى 25 كيلو للرأس في 11 و12 و1 و2 لفترة المواليد اللي احنا عارفين الوضع فيها.